أنبوبة البوتاجاز الأزمة ما زالت موجودة في بعض المحافظات. أزمة طاحنة يعيشها أهالي قرية جنزور بالمنوفية في ظل نقص أنابيب البوتاجاز فضلا عن غلائها، أزمة متجددة طال أمدها ولا شيء لدى المسؤولين سوى حلول مؤقتة. الأزمة اللي احنا فيها دي بسبب ان ما فيش عربية المستودع قعدت فترة ما تجيش، فبتوع التموين جابوا كذا عربية هنا هي اللي فكت الأزمة شوية. العربية المستودع بتيجي بيبقى عليها موت وبيدوا التجار الاول ويسيبوا الناس للاخر، ما بقالهمش. تاجر بيجي من الانبوبه من العربيه مثلا بسعر قليل، بيجي يبيعها لنا ال 51 ب 45 ويبيعها للناس غاليه. ليه بستهلك انبوبتين مثلا في الشهر او انبوبه؟ يعني على حسب الاستهلاك، في الشتاء بيفرق عن الصيف. التجار بقى هم اللي عاملين الازمه، هم ما بييجوا ياخدوا لهم حصه في العربيه بياخدوها وبعدين بيبيعوها للناس غاليه. تروح الواحد بتاع انا بيقول لك خليها بعد يومين بعد ثلاثه بعد اربعه واحنا محتاجينها بنخبز. يا فندم انا عايز مراقبه على بتوع الانابيب، مفتش التمويل لازم يكون يوقف يوزع الانابيب بنفسه وما يعملش محسوبيه لا فلان ولا علان. كان مالي انبوبتين اول امبارح من تروسيكل غريب مش من البلد، الانبوبتين مديهم لي ب 90 جنيه. طب بعد ال 90 جنيه دولت انا اعمل ايه؟ السريحه بيستغلوا، بيروح يجيب منين؟ افهم انا السريح بيجيب منين؟ يعني هو السريع عامل عنده مصنع في البيت؟ التجار بياخدوها منهم يبيعوها لنا ب 50 جنيه. لما احنا بلد الغاز الطبيعي احنا محرومين منه ليه؟ اولا احنا لم يتقدم للاداره اي شكوى من اي مواطن من جنزور، علاوه على ذلك جنزور يوميا فيها غاز. يمكن حضرتك واقفه والغاز موجود، علاوه على ان انا بعت لهم النهارده تاني 250 انبوبه. كل يوم هنا عربيه واثنين وثلاثه. تنباع ب 32 في خارج البلد حسب قرار السيد المعالي المحافظ، وتنباع ب 30 في داخل المستودع نفسه. وانت شايف اهو موجود الانابيب يعني على عينك يا تاجر اهو، وكلنا موجودين هنا اهو، ما فيش اي مشكله عندنا لا في اي قريه من قرى بركه سبع، وانا بتكلم عن مسؤوليتي الشخصيه، اللي ما فيش فيها اي مشكله بالنسبه للانابيب الغاز بتاتا. بنعمل دعم اضافي من جانب مديريه التمويل المنوفيه، على طول بنزود لها ما يقرب من 250 اسطوانه بصفه شبه يوميه عشان نتجاوز الازمه دي. ان ساعه ما عرفوا ان انتوا جايين يبعتوا عربيه واثنين وثلاثه، تمام، مفيش اي مشاكل، هتحل المشكله وهيبين لك ان مفيش مشكله، بس هل هتصدق المسؤول اللي بيقول لك مفيش مشكله حاليا والاهالي كلهم بيقول لك في مشكله؟ في ازمه جنزور، اللي كلمه غير كده يبقى بيكذب على حضرتك. طبعا بنقول ان احوال الناس المعيشيه والاقتصاديه كل محافظ في محافظته بمثابه رئيس جمهوريه زي ما قال الرئيس السيسي، يعني شوف هنا ايه المشاكل اللي موجوده في محافظته، ولما يبقى في يعني انبوبه البوتاجاز بالنسبه للمواطنين هي شريان حياه بيعيشوا عليها يعني. وطبعا ارتفاع الاسعار خلاص يعني بيخلي الناس بتعجز احيانا لكن بيتحملوا، لكن اختفائها تماما ده بيعمل شلل في حياتهم المعيشيه.